نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق شدد على ضرورة التمييز بين مهمتي القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة والشرطة العسكرية الروسية، لأن أنشطة الشرطة العسكرية الروسية في هذه المنطقة ودورياتها في الجانب السوري مفصولة بوضوح عن نشاط قوات الأندوف التي تتواجد هناك بموجب الاتفاق الموقع في العام 1974 والبروتوكول، فإن قوات الأندوف تتشكل من ممثلين عن جهات الموقعة على الاتفاق وليست من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ونفذت قوات السلام الدولية أول دوريات لها في منطقة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان منذ اندلاع النزاع السوري برفقة الشرطة العسكرية الروسية. ومن المقرر أن يقيم الجانب الروسي 8 نقاط مراقبة على طول خط برافو في الجانب السوري من الجولان مقابل نقاط مراقبة دولية بغية منع وقوع أي استفزازات تستهدف القوات الأممية على أن يتم نقل السيطرة على هذه النقاط لقوات النظام مع استقرار الوضع هناك. يذكر أن الشريط الحدودي المنزوع السلاح الفاصل بين القوات السورية والإسرائيلية يقع ما بين خط برافو الذي يمتد في الجزء الشرقي من مرتفعات الجولان وخط ألفا الممتد في الجزء الغربي من الجولان، ويحظر على القوات السورية عبور خط برافو وعلى القوات الإسرائيلية عبور خط ألفا، فيما ينتشر المراقبون العسكريون من الأندوف بين الخطين، ويبلغ العدد الإجمالي لقوات حفظ السلام الدولية في الجولان 1112 جندياً.